علاقة المرأة بالأسرة علاقة وطيدة وفطرية، فالأسرة لا تقوم بدون وجودها، وتعتبر الركيزة الأولى والأخيرة للأسرة. ويشكل عمل المرأة عبئا على العائلة من حيث الوقت وكيفية التنسيق بين عملها وبين مسؤوليات المنزل. ولا بد من وجود الأسباب التي تدفع المرأة للخروج وأن تعمل في وظيفة بمعدل ساعات طويلة، تاركة خلفها أسرة بأكملها تحمل أعباءها داخل وخارج المنزل. أنا من طول عمري من صغر أنا بحب أثبت نفسي وأثبت وجودي من أكثر من ناحية. أول أثبت شخصيتي، استقلالية مادية، حب المعرفة. يعني العمل بيعطي المرأة كتير أشياء مهمة، مش بس الناحية المادية، استقلالية من كل نواحي. أنا هلأ بدرس بالجامعة ومستحيل أضيع 4 سنين بدون ما إنه أشتغل، ورح أشتغل إن شاء الله ورح أأمن مصروفي، وإذا صار لي عيلة بالمستقبل رح أساعدها. تحولات كثيرة تحدث في المجتمعات عامة، وموجة كبيرة من التأييد لعمل المرأة ونيل حقوقها في الوظيفة مثلها مثل الرجل. ولكن يبقى الجدل في ماهية وظيفة المرأة وكيف يتقبل المجتمع عملها في مكان دون الآخر. بفضل انه المرأة تشتغل بمكان معين بوقت معين، يعني مش انه تشتغل المرأة مثلا من الساعة 8 للساعة 7 بالليل، لا، مثلا يكون دوام من الساعة 8 للساعة 2 حتى تلحق تعمل الواجبات اللي عليها اللي بالبيت. تعدى دور المرأة في تربية الأبناء والاهتمام بالشؤون المنزلية فحسب، فأصبح لها الدور الفعال في بناء وتطوير المجتمع على الصعيد المجتمعي والأسري، وذلك من خلال التحسين من الوضع المادي للأسرة والمساهمة في تلبية احتياجات المنزل. أكيد لا شك، لأنه الوضع الاقتصادي الحالي يعني راتب الزوج لا يكفي، فإذا ما اشتغلت الزوجة معناته هذا الحكي راح ينعكس على العائلة مستقبلا، على الأطفال وعلى الشباب بكرة. يعني الوضع الاقتصادي انتم شايفين كيف في البلد، يعني اللي الواحد بيشتغل 40 سنة لما بيكبر بيتقاعد بكون أولاده دخلوا الجامعة، فلما يدخل الجامعة اللي وفره واللي ما وفره ما بقدر يدرس ابنه، فالوضع سيء جدا. بدون عمل المرأة لا يمكن أن العائلة تقدر أنها تقدم متطلبات العائلة كاملة. التفكير في العلاقة بين المرأة والتوازن الأسري أمر جدليا استعصى حله، ولا بد من تعزيز الدور الذي تقوم به المرأة كأم وسيدة عاملة، وتوفير الأمان الذي لا يفقدها توازنها على الصعيد الوظيفي والأسري. إيمان الجابري لبرنامج من نوفينا.